سلطكم الخير إلى جانب الفرد والحرائس والعقاب الذين يدعون لكم العرسان الذين يدعون لكم العدد الحالي
الآن على مشارف وادي حفر، وهذه المنطقة اجتمع فيها العرسان للتنزه خصوصا في يوم الجمعة، اليوم الثاني للعرس، حيث يلتقي المحبين وجميع أصدقاء العرس يأتوا معهم للتنزه، وتسمى هذه نزعة العرسان.
الأخ العزيز بسام وهيب غريب العريسان والذي كان الصادق الأمين والذي أثمن على أوقات هذه الورقة التي يجتمع من أجلها الملايين في يمننا الحبيب. ولكن نسأله سؤال، إيش رأيك يا أستاذ بسام بالقات وشجرة القات؟ والله يا
عمليات في اليمن يعني مش أيوة. أي عرس ضروري ما أبدأ. أيوة. هل نستطيع يعني بإرادتنا وقوتنا أن نحيي هذه الشجرة؟ طبعا يعني إذا بدل الألقات ممكن. إيش البديل الذي في نظرك؟ فرص عمل. كيف؟ نعم فرص العمل يعني خلال إيجاد فرص العمل ممكن واحد يضيع وقته. جميل. إيش في نظرك فرص العمل هذه؟ كيف تكون فرص العمل؟ فرص العمل من خلال المؤسسات الشركات يعني عمل. جميل. شكرا. في الأخير نشكر الأستاذ بسام علي محمد وهيب على أمانته في إدارة القات وعلى أيضا حديثه حول البديل الأمثل لورقة القات. وبسام ما هي الكلمة الأخيرة التي تود قولها في هذه المناسبة السعيدة؟ والله أود أن أقول تهنئة لأخوة فيصل أحمد وهيب ونصر أحمد وهيب بمناسبة الزفاف، أدام الله عليهم بالخير واليمن والبركات. نعم. وبالسعادة وبالرفاء والبنين إن شاء الله. إن شاء الله. ونحن مع الأخ بسام نقول بارك الله العريسين وبارك عليهما وبالرفاء والبنين ورزقهما ذرية صالحة. كيف لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ علي بن علي العثماني، ما هي الكلمة التي تود أن تقولها للعريسين في هذه المناسبة؟ نقول لهم مبروك على العرس. أيوة. دام الله سرور. شكرا. الأخ صدام حسين المناري من مدينة هريم، ما هي الكلمة التي تقولها للعريسين في هذه المناسبة؟ نقول لهم ألف مبروك. أيوة. على هذه المناسبة. نعم. جميلة. وشكرا. شكرا. ونحن مع الأخ صدام نبارك لهم ونقول لهم بارك الله لكم وبارك عليكم. كذلك بالبرمة. مفتوحة. لا صبرت.
الله صح. اهلا وسهلا. حياك الله. حياكم الله جميعا. الاطفال اشبال القدم الفنجان وزهريه العريسين من كل صوب وحدث بعد صلاه الجمعه. لهم اليوم المبارك في الاعراس والاعياد. الزميل العزيز الذي لم يحمل معه كاميرا. انجو اولاد ما بصور قبل الغداء خلهم ذحين مرتاحين بعد عليك قدروا والله ما عاد حيعبسر يا بعد اصور ما كنت معك تقدم هذا بعد ما صورت مع اي حاجه بعد أداء صلاة الجمعة العريسان في رائحة التأهب يجهزون على الأكل وهذه يوم مبارك من أيام الله الذي يصادف يوم الله عاد اسر من هناك اصور صورة مثل الناس لمن؟ صح لن تلقى شنو يقولون بداية؟ كنت ساعة كذا بس تفرج بس عينا دي معنا كل يوم نحمد وهيب وقال نصور لك ما صورنا ونا قلت لنا عشان التصوير حيقول لك ما صورنا لا لا احتراما بس احتراما لفيصل عشر خم جاب عشان تحل البركة كيف نسوي البركة لا لا تحل تحل ها يا عيا عدل يا حبيبي يا عدل أيوة أمرتك والله بعدك لا عدل فقال إيش هو شربتك انا ما صورت لا لا الحين صورنا والله انه لديتك من عمرك
لا لا انت مولع الحين مصور اول صور بالصدفه بالصدفه يعني مش قاصد بس حالك ان شاء الله شكرا لك خلاص يكفي كلها حريق بس الحريق هؤلاء بعد أن أكلوا كثيرا أصبحوا ينامون على السريرة. برحة بعد الأكل. الله يا مرحبا حياكم الله
أهلا بالقطاع الكرام. أهلا وسهلا. أنا يا حريم. حالك يا شدي. أهلا وسهلا. ما عندك جيش ولا مخلوق. بالمكبر تعرفنا بهم عبد ربو حضر بشكة هو يا عادل شعر الكبير عبد ربو حضر للتهنئة والزفاف وخلنا فضوها الجسيرة من جبا بعدك ايه ان شاء الله ايه شيء اكيد هذا طب شكرا انا بعد شكرا عندي زمن ايه شكرا سنة اما عشي محمد عبد الرحمن مين العام على القاد وإلى جانبه يلا رامي رحب مسافر العريس فيصل أحمد محمد هذا الطلب الخاص من الحريق جبنا صور سابق طيب عمك سمع لي يا صديق عم يسمع لي بالبيت ما جاء سحب السيارة حقها السيارة ها؟ حسن سحب السيارة حقها ودع ابن المطار وخلط بالطريق مع عندما ما هو بالسائلة ياسين مخونا نسحب طيب كنت رحل لك عيال خلط طرح من يقدوا هذا بس واحد هذا هذا هو انا اول مره اعرف الغربه الغربه اكو واحد اكبر يلا خلي كل شيء حمراء العيون ما بالك الدولار هؤلاء انساب العريس فيصل احمد محمد الرباعي جاءوا لمشاركه الفرحه فاهلا وسهلا بهم حياك الله تكمل انا دو انا بتسجل انا صوت انا صورتك شكر لله الفضل لله المن لله الحر في ارضكم عزيز والجار في قربكم يصان الحمد لله الشكر لله الفضل لله المن لله الحمد لله الشكر لله الفضل لله المن لله وخجلتي من عتاب ربي إن قيل أسرفت يا فلان الحمد لله الشكر لله الفضل لله المن
الحاج هلا بإذن الله. خلي قال لي ايش؟ الفرحة والابتسامة الدائمة التي لا تفارقها أبدا. الشيخ جميل حسين الربيعي عادل حارة عقدان يهنئ من جاء ليشارك الفرحة والمناسبة أهلا وسهلا. الأخ العزيز عبد القدوس وهيب عم العلي سيد عليك الذي جعل لكم من أنفسكم أزواجا تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. حياك الله يا عم. كيف حالك؟ أهلا وسهلا. ريحوا. جاي يا ولد. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. على طول الشباب اهلا وسهلا اهلا وسهلا مرحبا حاسوليا انا ابو عادل اهلا وسهلا ابو مناجي كيف انت لا شرح لي ليش علينا الترجمة في زوجك. زوجك. إن شاء الله صور في إن شاء الله بنعود تكون على خير بإذن الله. الحمد لله يا سيدي. هو بعدين الصبح. هو عازم. حياك. أهلا وسهلا. حياك. أهلا وسهلا. حياك. معكم دائما. إن شاء الله نكون في وقت عرسكم المهمور. إن شاء الله بإذن الله. لما نصور بس ما نتزوج شيء. علينا نصور. صور صور. صورين كلكم في البرمة. إننا نبقى. حياكم الله. يتم العقيلة ما نخدمه. إن شاء الله قريب قريب إن شاء الله. قريب. أنا عايشة من الله. أنا لا تستعجل. حياكم الله. حياكم الله. حياكم الله. سيدنا
صديقين الميمونين احمد كاظم عجل ولا بظهر واحد شفنا بيجي لنا ولا عندي لك تصوير من دين الصنعة التاريخية صورة تاريخية ان شاء الله وينو ما تشوف لك كاميرا هذا الربيع في قرية الخضراء وأهدد ونقول العريسين في هذه المناسبة بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير ورزقكما الذرية الصالحة من رياض المجد يبدأ ويصفح الأعسام مرحبا ترحيل كامل ولا شيبه فتور من هذه الضيف ذي جاء وشرفنا المقام الحبولة عند أصحاب الجودة منصور له ماضي وحاضر وما خط قدام والمعارض يسأل الحاج بنشاط القصور قبل نور الفجر يسطع ويحكم الألبان والسلام عليكم ورحمة الله الذين شاركوا بعملهم وجدهم واجتهادهم في الحفاظ على القات والذهاب إليه وتقطيفه وإعطائه للضيوف دون زيادة أو نقصان فنشكرهم على هذا العمل العظيم الذي قاموا به وعلى رأسهم السيد بسام علي محمد وهيب وابن عم العريسين ومعمر عبد وهيب والذين قام بخدمة الضيوف الأخ صالح ناجي صالح محمد الرقابي الذي جاء من قرية حكدان وإلى جانبه الوزير اسمك والذي قام بحراسة الحري ومرافقته على طول الدرب وكاد أن يودي بحياته السيد بس عبد أكرم عبد الله علي وهيب فشكرا لهم جزيلا والأخ صالح إلى جانب الطاسة وعلى آل محمد آل الله من نجاح المجيد الله ترحم على محمد وعلى آل محمد وعلى آل طيبين الطاهرين عاد نشغل الحرارة بعد سرعة عشان ندخل الطلب Thank you.
هي تلفزيون ولا هي فيديو نعم ارجع هكذا ليك على زيد علي عبد الله شوي حق الفول انا اشكرك عمرك يعني على عبد الله وسعد العراسي نشكرك يا اخي عادل على جهودك المختار نحن نرحب بكم جميعا ونشكركم على رشيد وان شاء الله نخدمك في الزواج ان شاء الله قريبا ان شاء الله ربنا يعاونكم ان شاء الله نقد النهاية قد لك النهاية وش الفعل عند الطفلة جا حراوة ولا بسم الله الرحمن الرحيم أنا نيابة عن جميع الأهل والأقارب أهمي العريسين فيصل أحمد محمد مهيب ونصر أحمد محمد مهيب وأقول لهم بارك الله لكم وبارك عليكم ورفاه المدينة إن شاء الله وفي الصالح لا تسرب أحد لا تسرب هذا الغالب يكون مستعمل كنا صار كلا أبو عادل كلا كلا ها يا حبيبي وأنسابنا من أهالي قرية الواطية وهو كامل صلاح علي عبد العثماني والوالد صلاح علي عثماني والوالد زيد جاي صالح نصر جاي صالح نصر والوالد صالح ناجي ثابت نصر مصطفى الربيعي من قرية عقدان وهذا هو ما بقيت الظروف المتوافدة في هذا الحدث الذي حضره كثيرا من صورت جمعكم
حياك حياك. البيت من الجهة الغربية أعتقد خلف بيت من أحسن ما يكون لك ناقص سمعت حاج عويلاوي الأخ هذا من الجهة القبلية حقكم الجهة القبلية يعني من أحسن ما يكون معكم مدخل وهذا عدو تابع الجهة القبلية واجهة البيت شهر 16